مشاهدي قناة شفت لي، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشرة من السالة. عدنا لكم في موضوع آخر اللي هو صعيب تخونك صحتك في هذا الوقت. هذا أب اللي كان كيشتغل تحت درجة الحرارة في البناء وما انتبهش لواحد السور أي للسقوط، وكان خدام قدامه حتى كيتفاجأ على أن السور كله طاح عليه وتهرس منظره قدام الفقر العمود الفقري، تهرس 3 تهريسات. قالوا له الاطباء ما نقدروش نديروك عمليه، نقدروا اننا نقيسوا لك العمود الفقري وتشلل. تيقول هو مابقاش قادر على انه يتحرك الحركه الكامله. نخليكم مع القصه ديالو ويعاود لنا تفاصيل الواقعه اللي وقعت، ولا والحمد لله الالطف الله خلاته انه يبقى على قيد الحياه. هنا غنحاولوا نستمعوا لهذا الاب اللي كيقول كنت انا المعيل الوحيد ديال الاسره، وكنت كنشتغل على وليداتي، ودابا بقيت الله كريم بغيت اخوتي المحسنين المغاربه انهم يتعاونوا معايا باش نشوف شي حل راسي ونرجع نخدم على وليداتي. من بعد ما صدموني الاطباء وقالوا لي صعيب باش اننا ندير لك العمليه، ترجى الله انك تشافى وشافيه هو الله من عند الله. سيدي عاودنا المشكل ديالك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم اخوتي المغاربه، انا نحكي لكم هذه القصه كلها اخوتي المغاربه. الله يجازيكم بخير. يعني نشوف واش تقدر انك تجيني قبالتي حيت مراك استرجم. ايه بشويه عليك. تفضل عاودنا شنو وقع لك النهار اللي كنتي. بسم الله اخوتي المغاربه الله يجزيكم بخير. انا نعاود لكم القصه كلها من الاول. انا خدام في واحد الدار في العكاري، وكنت كنهرس في واحد الجهه وما انتبهش الجهه الاخرى، كنت على السقوط ما شتاش. في العكاري ديال الرباط. في العكاري ديال الرباط وما انتبهتش ليها، وطاحت لي على ظهري ودرس لي العمود الفقري 3 تهريسات. واخوتي التاريخ ديال تقريبا ها هما اخويا شتي متقابل قداش في جنب العمود الفقري. الله يجزيكم بخير اخوتي المغاربه. ها انتم كتشوفوا اخوتي ثلاثه تهريسات اخوتي، ودابا ما كنقدرش مثلا نطحن. دابا غير الا بغيت نلبس الواد تا كيلبسوا ليا، ما كنقدرش نلبسوا. الله يجزيكم بخير اخوتي اللي يقدر يساعدونا. الله يجزيكم بخير. ها انتم كتشوفوا 7 شهور دابا ما لا تحسن والو، ما هو هادشي اللي جاب الله الحمد لله والشكر لله. وهاد التقرير ديال الطبيب وكلشي قدامكم اخويا. 7 شهور انت على نفسك. زعما 17 تقدر لا دير حركه كامله ولا انك تخدم ولا والو والو. ما كانوش الوليدات ديالك كيساعدوك على الملابس. ما قدرتش نقوم بها اختي الله يجزيكم بخير. عاودنا اللحظه اللي وقعت الواقعه. دابا ملي تحت لي هذاك السور جاو الناس تجمعوا وحيدوا ذاك الشيء اللي تحت فوق مني، وجا طلب الى سداني السويسي وداروا اشعاعات سكالير وراديو. ولكن تما كنت ساكن في السلاح خصك ترجع للسبيطار المولاي عبد الله. كيفاش ما انتبهتيش للصور؟ يعني كان مورايا ما شفتوش واش غيطيح. انا كنت كنهرس ما انتبهتش لذلك هذاك الشيء اللي مورايا، ما صحابنيش ما غيطيحش. ملي بديت كنهرس هو يهود عليا، ما عقلتش ما زال راسي حتى لقيت راسي في السويسي. تجمعوا الناس وحيدوا ذاك الشيء اللي طاح فوق مني، ودابني السويسي داو السكالير والراديوات. وملي شافوا لاكارت قال لك خصك ترجع للمولاي عبد الفستا، وفعلا جيت مولاي عبد الفستا نعس فيه. وانت ما كتشوف يا خوتي دابا الطبيب قال لك ما قدرش ندير لك العمليه لا والو، قال لك غير سير طبيب غير بوحدو. ما علاش قال لك الطبيب ما قدرش يدير لك عمليه؟ لا قال لك حيت خافوا على العمود الفقري، يقدر ينقصه ويتشلل. قال لك اللهم خليك هكا تطفر، يعني تجيب الله الشفاء من عنده صافي. تجيب الله الشفاء من عنده، ما عندهم ليك حل. ما يقدرش يدير عمليه في عمود الفقري، صعيبه. ما يقدرش يتحمل المسؤوليه تقدر ما يقدرش من بقي شويه. هاد التهريسه اللي في المنطقه اللي هي صعيبه. حساسه بزاف صعيبه. ايوا هادشي اللي عطى الله الحمد لله. يعني هذا كل شيء تقريبا واقيلا كاين التقرير الطبي، ها الوراق اللي كنت ناس بهم في مولاي عبد الله. ها ورقة ديال الناس. الناس كنتي خدام معاهم عاونوك شي حاجة؟ لا والو. خدام عندهم؟ لا والو. ما هذا بلوكوني حتى في التليفون، ما بقاش كيجيبوني حتى في التليفون. كيفاش بلوكوني؟ بلوكوني من التليفون كاع. حيت هو خدام غير نوار، ما عنده لا ورق لا والو. ملي شاف ذاك سميتو بلوكوني حتى من التليفون. ما اللي كنتي خدام معاه بلوكوني؟ بلوكوني من التليفون. ما شافك الطبيب؟ لا ديك الساعة في الطبيب جا، ولكن مر ملي شاف القضية صعيبة. ملي شافك وحشتي ما نتيش ويقطع. ويقطع. كان خايف غير تموت. يتحمل المسؤولية. باش يتحمل المسؤولية.
ايوا الشيء اللي عطى الله خير. شكون كلام تيضحك؟ ايوا لا اله الا الله. كيفاش كتعيش دابا الظروف ديال الحياة؟ واخا شنو نقول لك، الظروف صعيبة صعيبة بزاف والله. إلا خدي بعض المرات الماكلات ديال دريم كيلقاو ما ياكلو، حيت أنا اللي خدام بوحدي هاك الشيء باقي صغار و... والمرة طيا الليلة العاملة في رمضان حيدا المرة يعني طيا ما تقدرش تخدم. أنا اللي خدام بوحدي، أنا جلست دابا 7 شهور وغير المحسنين اللي كان كيكون فيه دابا الناس عيات ما شخص الناس يهزوك صعيبه شويه. 7 شهور ماشي ساهل. 7 شهور الناس عيات عيات ما تعطي ما اعطي والله سبحانه وتعالى. ايوا كنطلبوا من المغاربه المحسنين الله يجزيهم بخير، اللي يقدر يتعاونوا معنا الله يجزيهم بخير. هادشي اللي غنقول معاهم. واحد لخامته صحته نهايه العالم بالنسبه لي. بالنسبه لي نهايه العالم، ولكن الحمد لله باقي المحسنين، باقي المحسنين الحمد لله. باقي الناس الخير. باقي الناس الخير الله يجزيك. ترجعوا فيهم الخير. ان شاء الله الله يجزيكم بخير. الله يجزيكم. اللهم المحسنين انهم يكونوا مع جميع الحالات اللي كنعرضوها، اللي يقدر انه يعاون قدر المستطاع. طبعا اجرهم لله. اجرهم لله الله يجزيهم بخير. فاش كنت بصحتك كنت خدام مزيان عادي؟ خير كنت خدام مزيان عادي، كتشوف في كاريدا دابا كنت خدام مزيان. كيف 120 فريق باش كاري، ولكن دابا خاطني الصحة ما قدرتش نكري حتى ب 500 درهم دابا، شكون يعطي هذيك يا اختي؟ ما كتلقاوش حتى تصرفوا؟ والله ما بعد مثلا هما تبعوا كان بعد غايت عليهم والله ما كيقدرش حتى ما ياكل بعض المرات كيبقاو بلاصة، قسما بالله زيد والله شاهد عليا، هو هذا الشيء اللي عطى الله. انت يا اختي راه دايرة الصمت باش كنوقف، ها الصمت باش دايرة. ما درتش السمطه ما قدرتش تاني خصني نتكسل معاها، حتى كندير السمطه كنجمع راسي شويه. والله يكون معاك والله يشافيك ويعافيك. امين امين الله يجازيكم بخير تنظوما. شافي هو الله. هادشي اللي يعافي اللي يعافي ويشافي هو الله. نتمناو على انه ربي يسخر ليك محسنين الناس اللي في قلوبهم الرحمه. الله يجازيكم بخير. رسالتك الاخيره. رسالتي اخويا خوتي المغاربه الله يجازيكم بخير، اللي قدر يساعد شي حاجه يساعدنا الله يجازيكم بخير. هادشي اللي غنقول. اللي عطى شي حاجه لوجه الله سبحانه وتعالى الله يجزيكم بخير. انت شنو محتاج بالضبط؟ والله يا اختي دابا واش الشرجي ديالك والله ما عاديش باش نخلص، لا قهرني غير مولك يا اختي، غير مولك مازال ما كانت كاين الناس اللي كيعطفوا عليك وكيقهرني 28 فيه باش كاري يا اختي. كنقهر اللي خدام يحرك اللي مراتو جالسين في الركنه. هذا الشيء اللي كاين اختي الله يجزيكم بخير. الله يندرم الحال والله يكون معاك والله يعوضك صحتك ويشفيك. امين اختي على كل حال مشاهدي قناه شوف تي في الله يسمعنا ويسمعكم خبر الخير، دمتم بألف خير والى اللقاء.